احصائياته زي ما حضرتك قلت 46 هدف في 46 مباراه، حتى لما بيضيع فرصه احنا لو شفنا في اول فرصه جت له اللي صدمت في القائم، يعني رغم كل غاضب. الاهداف اللي بيسجلها وكل الاهداف اللي بيجيبها، ولما الكره بتيجي في العارضه بتشوف فعلا قد ايه حرقته قد ايه زعله وحزنه على ان الكره ما دخلتش المرمى، وده دليل على ان اللاعب يعني متحفز دائما، مش ممكن يعني ما بيقفش عن التسجيل، بتيجي عنده بتقف عن الكلام، ما بتلاقيش كلام تقوله، يعني ما بتبقاش عارف تقول ايه.